مشاهدينا متابعينا الأعزاء، انتهينا من الجولة الرئيسية التي ضمت 10 أشواط ضمن سباق شارة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ طحنون بن محمد أن هيا أن طيب الله ثراه. انتقلنا إلى الجولة الثانية وهذه انطلاقة أول الأشواط لسباق الحلفة. نرحل مع الشوط الرئيسي لفئة الأبكار، نرحل مع هذه الأسماء، نرحل مع هذه الشعارات، ونفتتح الإذاعة برغد أحمد بن راشد بن ناصر الشامسي من يقدم لنا رغد بالمركز الأول، لتليها على المركز الثاني الشاهينية مهير بن علي بن راشد بالقوم يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث ثالث المراكز أقول الشاهينية محمد بن عبيد أبو الطبيعة، والرابع الرابع الرابع الله طويلة الطويلة باخذة في الميدان عرض وطول عرض وطول اللي هي اليمامة محمد بن سالم بن عبيد بن دغيش لجتبي هذه الأسماء. أما المركز الرابع المركز الرابع الشاهينية سيلف سلطان بن رشيد غادم مع المركز الرابع الله، يا هي أسماء أسماء جميلة وخطيرة، ولكنها بكرة بن دغيش غير بكرة بن دغيش غير اليمامة اليمامة دور اللي ركضها كله طفير ما تبى منك صياح أو شوشرة يا بن دغيش، من سماع الصوت والزقرة تذير ومن تسجل تيم ترجع تكسره. هذه اليمامة اللي عصاها قوس بشعار بن دغيش. أما المركز الثاني المركز الثاني أشوف عندك يا بلقوم عندك يا بلقوم المركز الثاني الغادم الشاهينية مهير بن علي بن راشد بلقوم من يتقدم بالمركز الثاني الثالث أقول شاهينية سيف سلطان بن علي بن رشيد، ولكن وين اللي يدور السبوق؟ وين اللي يدور صاحبة الرمز؟ وين اللي يدور صاحبة الملايين؟ ما شاء الله وعصاها قوس وعصاها قوس وراحت اليمامة راحت بالمركز الأول بشعر محمد بن سالم بن عبيد بن دغيش. لجتبي هذه اليمامة تقوم طفر وتنتهي طفر كانها على لاضي ملالة أبدا ما حرك عصاها عصاها نايمة في البطان. سلام يا بن دغيش سلام سلام يا راعي اليمامة سلام يا راعي اليمامة سلام لمحمد بن سالم بن عبيد بن دغيش. لجتبي المركز الثاني عندك يا بلقوم مهير بن علي بن راهد بلقوم المركز الثالث شاهينية السهيل بن سلطان علي بن رشيد. التوقيت الزمني دقيقتين واثنين وعشرين ثانية دقيقتين واثنين وعشرين اثنين وعشرين دقيقتين واثنين وعشرين ثانية رقم الضغوط اللي هو المعاكس للسباق. تهانينا والناموس.